كده انسه سهى زعلانه مني ولا حاجه؟ صراحه مستحيق اطلع فيك. ليه؟ ده انت كنت زي العسل امبارح. اعتذر، انا زعلت منها. لا ابدا. يا اهلا وسهلا. ازيك؟ تمام. انت سهى يا ستي مكسوفه مني مش عايزه ابص لك. اميني ما بتكون مستحيه. تعالي لي شو عملت امبارح. ريم في ناس هتصبح بتيابه ولك كيف بدك تنزل بتيابك يعني؟ شو عم تعمل بالمي انت؟ حتى بنزل بالمي بتيابه ولك جينزك كفسان حتى بلوسه جايبت لك انا كثير من جوا شورتات كثير حلوين ملونين فيك تلبس بدك اياه فيهم فوت بتلبس ريم وتع هون تليفونك عم بدق الأكل جاهز يلا مش هتردي على بابا؟ لا بيتصل من مصر احكي بعدين هو ايه ده اللي بعدين؟ أنا عايز أعرف كل حاجة دلوقتي ليه بابا بيكلمك على الموبايل وليه أنت ما بترديش؟ وليه خايفة قوي كده نعرف إنه بيكلمك؟ خالد قلت لك بحكي بعدين لا بعدين ولا قبلين أنا عايز أعرف كل حاجة دلوقتي تفضل يا جوا لنحكي تفضل تفضلوا يا جماعة كلوا دينا بقينا لوحدنا اتفضلي قولي بيك اجى لهون وهددني والله وقال لي كيف بقى قال لي انه اذا ما ببعد عنك رح شوف شي ما بيعجبني رح يأذيني ابويا انا يأذيكي الكلام الفارغ ده انا ابويا ما عرفش اذى اي حد خالص خالد بيك اجى لهون وصرخ بوجهي وهيدي سلمى عندك فيك تسالها فيك تسالها عن كميه الاهانات يلي بيك هاني فيهم اذاني وجرحني وما بقى تقول لي بيك ما بيعرف يأذي بيك لما بده يدافع عنك بيعرف يأذي كتير منيح وقال لك ايه قال لي انه لازم ابعد عن عائلته نهائيا وقال لي إنه إذا عرفت أضحك على الماتر كامل وخليه يتجوزني ويعطيني كل مصرياته ما رح يخليني أضحك على ابنه وقال لي إنه إذا ما ببعد عنك رح شوف شي ما بيعجبني طب ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ خالد أنا ما بدي أخلق مشاكل بيناتكم من وراي حاضر يا طب هو ليه بيتصل بيكي دلوقتي؟ أنا عم لاحظ إنه كل ما أنت عم تظهر من البيت وعم نكون سوا بيك عم يتصل فيي امبارح مثلا اتصل ونحن كنا سهرانين ولو فتحت الخط كان رح يسمع الموسيقى كان رح يعرف إنك معي مش قادر أصدقك مش عايز أصدق إن أبويا ممكن يكون بيعمل كده يعني منك مصدقني؟ بليز خالد إذا بتحبني شوي ما تخبره بليز انت مالي خايفة منه كده ليه؟ أنا ماني خايفة منه أنا بس خايفة على حبنا وعلاقتنا بترجيك حبيبي ما تقله خلاص اطمني يا ريم حلف لي خالد حلف لي بحبنا أنك مش رح تقله يعني منك مصدقني ما هيك؟ مش عارف عايز أصدقك وفي نفس الوقت مش قادر أصدق إن أبويا ممكن يعمل كده أنا ما عندي مصلحة أكذب عليك صدقني ما عندي مصلحة لازم تصدقني خالد لازم ماشي يا ريم
تعالي بس دلوقتي نطلع لهم بره. الحمد لله. ازي حضرتك؟ اتفضلي يا حبيبتي. اقعدي. كده يعني ما تجيش تسلمي عليا الا لما اطلب منك. حضرتك عارف ظروفي يا انكل. ظروفي ايه بقى اللي تبعدك عن انكل اشرف؟ ها؟ كل اللي بتقولي عليه ده مش صحيح. أرجوك يا أنكل، أنا خلاص ما بقتش عاوزة أتكلم في الموضوع ده. وبعدين خالد قال لي إنه بيحبها فعلا. يا حبيبتي خالد عايش في وهم، بيتهيأله إنه بيحبها. وعلى فكرة ما عادش بيشوفها. وأنا متأكد بقى إن البت دي كمان ما بتحبوش. يا أنكل هي ما تهمنيش في أي حاجة، أنا كل اللي كان بيهمني هو خالد. وبعدين هو فعلا بيحبها. أنت عارف إنه ما كلمنيش من ساعتها؟ على العموم دي فترة هتعدي. بكرة تقولي أنكل أشرف قال لي. يا أنكل خالد جرحني قوي. سامع لك، أنا هسألك كم سؤال وعايزك تجاوبيني عليهم بصراحة. أنت بتحبي خالد؟ وأنا متأكد إنه بيحبك، وهتشوفي كلامي ده صح ولا لأ. المهم تنفذي اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. مش رح أقبل أخسر خالد. بحبه كتير ومش رح أقبل أخسره. إذا بدك تعملي اللي عم بتفكري فيه رح تخسري ونص كمان. بديك توقعي بي وبديك يصدقك. رح يفكر انك عم تضحكي على بي ورح يصدق انك كنت عم تضحكي على متر كامل. انا هذا ما بدي يصير. خالد كان مات وعمل المستحيل تيرد امه وبيو لبعض. بديك يقبل بهيك شيء؟ الله يستر. امه شو رح تعمل؟ ريم رح يقلبوا كلهم ضدك. لا هذا ما بدي يصير. ايه وشو رح تعملي لكن؟ خبريني. رح أخبر أمه. نعم؟ بدك تحكي أمه لخالد؟ شو جنيتي؟ إيه أمه لخالد. أنا شفتها مرة واحدة. أمه ست بتجنن. صدقيني أنا متأكدة إنه هي ما رح توقف مع الظلم ضد الحق. ولك أي حق وأي ظلم أنت التانية؟ المرة بتموت بجوزة ورجعت تجوزته مرة تانية. من عقلك تقبل تفضح حالها وجوزة وعيلتها؟ المرة عندها بنات يا ريم. طب وإذا فرجيت حقايق؟ يا عمي ولا فظيعة، بعدها بتقلي حقايق ظلم وبطيخ. يا عمي وين عايشة أنت؟ ما كأنك بعدك ظهرة من ضرب مبكل. حلك ما بقى توثقي بالناس، حلك توعي بقى. يمكن ما تقبل تفضح جوزها، بس على القليل بتعرف إنه أنا ماني راكدي وراه كرمال سواد عيونه. وهي بمعرفتها بتخبر خالد الحقيقة حتى ما يفكر ولا نهار يحتقرني أو يكرهني. أنا مش مع اللي عم بتقوليه.
عندي حل تاني. بس يا ريم انا خايفه، انا خايفه كتير. وانا كمان، بس هيدي الطريق انرسمت لنا، لازم نكفيها للاخر. ماشي او مش انا بعتذر، بس انا خبرتك شوي من اللي قالتهم لين لماجد، وابدا ما كان قصدي ضايقك هالقد، بس كان بهمني انك تعرفي. هي كتبت على ورقه انه اذا تركها بتنتحر وعطته اياها. ايه، حطت ورقه بدفترها وعطته اياها وكتبت انه هي بدها تنتحر. بس هيدا حكي مدام ليلى، انت بتعرفي انه لين طفله وعم بتحاول تلفت النظر، بس اكيد ما بتعملها. خلص مدام دلال، اترك القصه علي، انا رح اتصرف. بشكرك انك جيتي وخبرتيني. طيب باي باي، انا بستاذن. اذنك معي. وخلينا على اتصال. قصدك معك، أنا بشكري. خليكي مرتاحة، بعرف الطريق. ميرسي كتير. أهلاً مدام ريم، أنا بعتذر، كان لازم روح لعندك وعزيكي قبل، بس إجي لعندك؟ هلأ؟ طيب هلأ بحضر حالي ومسافة الطريق. باي. الدوامة اللي أنا فيها دي، معقول أبويا يعمل كده وريم تطلع بتخدعني طول الفترة دي؟ تفضلي ست ليلى. ميرسي. اهلا وسهلا. عوض بسلامتك. حياتك البيت. تفضلي. ست ليلى، في موضوع كثير مهم لازم نحكي فيه. وبتمنى انه يضل سر بيناتنا. خير؟ أنا وابنك خالد بنحب بعضنا كتير، وأنا مخبية سر عنه
هذا السر كنت مفكرة انه كامل لوحده بس بيعرفه، بس طلع في حدا تاني كمان بيعرفه، جوزك اشرف. اجا لهون وهددني فيه كمان. انا رح خبرك خبرية غريبة وكتير بشعة، وانت بتقرري اذا بتصدقيها ولا لا، لانه بصراحة انا ما لقيت غيرك اني اوثق فيه. شوفي ريم، قولي وبلا مقدمات. انا رح اختصر لك مأساة كتير كبيرة ابط الوصف، رح اختصرها بكم جملة لانه ما كتير عبالي ارجع اتذكرها. عيشة، ياريت تعطيني فرصة واحدة وبعدين قرر اللي بدك اياه. عم بسمعك. بك شي استاذ خالد؟ بقولك يا ميسا، انت تعرف الناس اللي يقولي دول كويس؟ بسمع عنهم، بس اللي بسمعه شي كتير بخوف. ايه بتحولوه بالليل؟ استاذ خالد صدقنا الموضوع منه مسحة، هيدول الناس منهم سهلين ابدا، وانا حاسة إلهم علاقة بحادثة باسم. هيقتلوني يعني؟ أحسان هو الشخص اللي دفع لنا الجيبة واللي زول الكونترايات وأخذنا على القاهرة. شو؟ أحسان؟ وما خبرتي أشرف؟ خبره؟ ليش؟ ما هو بيعرف. شو قصدك؟ انت بتعرفي انه كامل ترك لي مكتب محاماه طويل عريض، هذا المكتب هو عم يشتغل لي على قصتي. الكونترال اللي معي يعني اللي مزور، هو مش المفروض انه يكون معي، بس انا الحمد لله عملت عنه نسخه وبقي معي لهلا، وأحسان هو اللي ماضي عليه، وأحسان هو اللي أخذنا على القاهرة على أساس إنه نشتغل بمعمل خياطة. لقينا حالنا مجبورين نشتغل بالدعارة، وإذا الشيء كله بأمر من شوزك أستاذ أشرف رياض. كذابة، أنت وحدة كذابة. صدقيني مدام ليلى مش عم كذب عليك. جوزك عم يجي لهون يزورني ويواسيني، بتعرفي ليش؟ لأنه خايف إني أقرب على عائلته، خايف إني أفضحه. جوزك أول ما خبرته عن نجيبة إنه هي اللي تعاملت مع إحسان، بنفس الليلة قتلها هي وصاحب المعمل اللي معطر. ليه كذابة؟ أنا بس بدي أقلك إني حلفت لأمي، حلفت لكل اللي ماتوا ولنجيبة ورشيد، حلفت لهم إنه مش رح ارتاح إلا لأنت، ورح أكشف كل شيء، رح اكشف كل شيء، مش بس لإلهم، مش بس لانتقم لحالي،
كرمال هالبنات المعترين اللي رح يصير فيهم نفس الشيء يوم وبكره وبعده وبعده. انا اكيد انه اشرف ما معه خبر بكل هالشيء. انا رح اشوف احسان وقعه، رح اسجل له كل شيء، رح وقع جوزي كمان. صدقيني لو عرفت انه جوزك مظلوم لحطه على راسي من فوق. بس لو عرفت انه مجرم صدقيني لزدته بالحبس. انت معي معك. شو بدك مني؟ مستنظرة مني اني اوقف معك ضد جوزي وعائلتي؟ لا، بس انت هلا صرتي تعرفي الحقيقة، حتى لو بدك تذكريها. انا طمعانة منك بشغلة واحدة بس، بدي اياك اذا يوم من الايام خالد ظلمني هو ابن ضدي، ياريت تخبري الحقيقة. ليش أنا هلا ما بروح بخبر جوزي أشرف بيبعت حدا يقتلك؟ ليش؟ لأنك أم، عندك بنات من عمري وما بتتمني لهم إنه يتلقط فيهم واحد مجرم مثل جوزي. اسكتي، ترجيك اسكتي. أنا بحب ابنك كتير، وأنا عارفة أول ما بينفض أحكي شيء خالد رح يتركني ورح يوقف حد بيو. بس من بعد اللي صار فيي، من بعد المأساة اللي مش بس صبتني لإلي، صابت الضيعة كلها من وراء العصابة، حلفت لو بنتي اتعس على قلبي، لو بدي اخسر كل شيء اعطيني اياه كامل، لو بدي اخسر حتى حالي بدي احطهم بالحبس، وبدي اخلص العالم من شرهم. فيكي تظهري من هون وتروحي تخبري جوزك، اكيد انه اول ما تخبري رح يبعت حدا يقتلني مثل ما قتل نجيبة وقتل رشيد. فيك تفكري كأم ما بتريد لبنات الناس إلا اللي بتريده لأولادها، وتساعديني، تساعديني بإنك ما تخبري حدا، وتعطيني فرصة إني جمع الأدلة وأقدم الشكوى وينقضوا كلهم قبل ما يأذونا. أنا مش خايفة، رح نام هون وبلا حراس كمان، وأنت رح تفلي، وشو ما بتقرري أنا حاضرة، يا بيقتلوني الليلة بكرة بكرة بلاقيكي هون حتى، ومنروح أنا وياكي لنوقف هالإجرام سوا. لازم نوقف هالإجرام بحق البنات الفقراء اللي مش ملاقيين حدا يساعدهم. أنا ما بقى عندي أم ولا أهل ولا حدا. أنت أم حبيبة، يعني أنت مثل ابني. Thank you.
ليلى. ست ليلى ما تأذيها، دخليك ست ليلى ما تأذيها. هيدي هيدي مجنونة مش عارفة على شو عم تحكي. أنا قلت لها إنه ما تخبرك لأنه أنت مش ممكن تصدقيها، ما هيك؟ مش ممكن توقفي ضد جوزك معها، بس هي ما كانت تقبل. دخيلك ما تخبري جوزك بيقتلها. بكفينا بكفينا اللي صار لهلا. تعرفي شو؟ قولي له عني أنا، ما تقولي له عن ريم، قولي له سهى. سهى البنت اللي هربت مع الست هند وتورطت وصارت مقرفة وسخة. خليه يقتلني قلبي أنا. معلش أنا بستاهل موت، أنا بستاهل أتقصص. أنا الحياة أصلاً ما بقت البالة. وحياة أولادك ما تقولي له عن ريم، ما تخليه يأذيها. بليز. أهلاً سعد. كيفك سامر؟ كيفك؟ كيف صرت؟ أحسن الحمد لله. خلود موجودة؟ خلود فلت اليوم. ظهرت بكير يعني؟ فلت عن عطول، قدمت استقالتها. ليه؟ مستوى عالي. إذا هلأ خبرت جوزة وإحسان صار معه خبر بس توصل لعنده رح يكون ناطرك بالرشاش، يمكن بالمدفع كمان. ما كنت عرفتك هالقد جبانة. مش على أساس أنت يأسانة من الحياة وبدك تنتحري دخلك؟ شو صار لك هلأ فجأة صرتي جبانة؟ انتبه على إخواتي، أنا ماشية. مامي روقي روقي، شو بكي هيك فجأة خدتي؟ روقي خيلك وين؟ خيك وين؟ ليه بقى ما حدا منهم اجى على البيت؟ وينهم؟ يا مامي روقي شوي، المرة كانت هون وحكيت مع جوزها وما حدا رح يضغط على لين بشي. أنا ما فيي أحمل الشغلة، كتير كبيرة، أنا ما فيي أحملها، كتير كبيرة، كتير خطرة، ما فيي أحملها. لك شو بكي مامي روقي؟ إذا مرقت بدي أعطيك مهدة. روقي. لا، بدي مهدة، ما بدي شيء، بدي ضل قوية، بدي أحميكم. عرفتني؟ أنا البنت اللي كنت قاعدة ورا مكنة الخياطة لما حضرتك جيت لعنا على المعمل ونقيتنا بنت بنت أنت ونجيبة الله يرحمها. ولا تجوزت رجال مصري معه كتير مصاري وورتها كل شيء، معاك؟
شو جاي تعملي هون؟ مين دلك عبيتي؟ شو؟ ما استغربت انه نجيبة ماتت. شكلك انت اللي قتلها؟ شو بدك؟ انا عرفت كل شيء من المتر قبل ما يموت. المتر خبرني كل شيء. وكان يعرف انه صديقه متورط بالقصة كلها، بس ما كان يخلي صديقه يعرف لحتى ما يخسر. صراحة مش عم بعرف عن شو عم تحكي. هي استاذ احسان، انا اليوم بطلت البنت اللي قاعدة ورا مكنة الخياطة وناطرة معها عشا اخر الشهر. انا معي مصاري اكتر من معلمك بكتير، وانا لبنانية مثل مثلك. ليش ما منتكاتف انا وانت ومنلعب اللعبة سوا؟ واللي بيطلع لك من اشرف بوعدك رح اعطيك قده عمرتين بكل عملية منعملها. برجع بقلك مش عم بفهم عن شو عم تحكي. مين هذا اشرف؟ اشرف بيك اللي اول ما جبت سيرة نجيبة قدامه امرك تروحها بنفس الليلة. اشرف بيك اللي مخبى ورا اعمال الخير وحطك انت بالواجهة وما بتعرف اي متى بتنكمش يا معطر وبتنزت بالحبس. هيدا اذا مش بتتعلق على حبال المشنع كمان. ما تخاف، انا لا جاي اهددك ولا جاي اكمشك ولا رح اخبر عنك البوليس. انا بس جاي اقلك انه اللعبة عجبتني وبدي اياك تشتغل معي مش معه. بدي زيد مصرياتي. البير اللي عندي ما لازم يفضى، بالعكس لازم يزيد ويزيد لحتى اقدر انتقم من كل الضياع، لحتى اقدر اشتري ضيعتي كلها واشتري كل الناس اللي فوق وزلهم. بدي زلهم مثل ما زلوني. بدي خليهم يفقعوا مثل ما موتوا امي فقعه وما حدا منهم راح على دفنه. وانا ست مش رجال، يعني اذا اشتغلت معي انت بتصير الباص، انت بتصير احسان بيك وبتجمع ثروه كبيره وبتبعد عن الخطر، لانه انا وانت نتربى على كراسينا ورا مكاتبنا الفخمة ومنترك الناس تبلعت بين الناس وتجيب لنا بنات من المعامل. فكر كتير منيح باللي عمل لك إيه. ونقبلت عرضي أو رفضته بنصحك إنك ما تجيب سيرة لأشرف بيك، لأنه الخبرية رح توصلي وصدقني ما حدا رح يكون ممنون. وبرجع بقول لك فكر كتير منيح بالعرض اللي قدمت لك اياه. ناطره اتصالك. بس اللي بيتحدى اشرف بيك بينقتل بعد 10 دقايق. هيدا التصرف بيمشي مع غيرنا مش معنا. أشرف بيك بيقدر على الصغار اللي مثل نانو ورشيد المعطر، بيقدر على الناس اللي مثلك اللي ما عندهم ظهر يحميهم ولا عندهم حدا ينتقم لهم. بس لما أنت تصير رقم صعب ورجال مدعوم بالمصاري والنفوذ ماني من هو اللي عم تقوليهم. بتصير ترك اشرف رياض وطالع عندي وشوف كيف باسبوع واحد بتصير. بصير قتلك بهز المجتمع والصحافه، بصير
جريمة كبيرة ما بيسترجي من مكان يتحمل مسؤوليتها. رح أتركك تفكر وبذكرك اوعى تجيب سيرة لأشرف. هو ما بيعرف إنه أنا بعرفه على حقيقته. بتمنى يضل ما بيعرف. ماشي ولا ماشي؟ هو أشرف. وكيف تأكدتي؟ بهي شفتي هالكاميرا الصغيرة؟ سجلت وصورت إحسان وكل الحقيقة صارت هون. شو رح تعملي هلأ ريم؟ هقول معقول يكون بيو لخالد عم يعمل فينا كل هالشي؟ معقول قديش الظلم لحقنا سهى؟ طب ليش؟ ليش عم يصير فينا هيك؟ ليش؟ قومي يلا قومي روحي دبي الشنطة. هالقد ما سبيتها بدك تشحطيني؟ لك بلا مسحك على القلب هلأ. عم قلك من هون لساعة بدنا نكون بالمطار، لازم الليل نكون بالقاهرة، أنا حجزت لإلي ولإلك، قومي دبي الشنطة يلا. ريم أنا ما بدي روح على مصر، ما رح فيدك هونيك. بلا، رح تفيديني. اليوم رح تشوفي هند وزكي، ورح تسحبي قد ما فيكي معلومات منهم، وأنا رح شوف رئيس العصابة، المجرم الكبير. الليلة رح أتأكد من كل شيء. رح زدتن واحد واحد بالحبس، من أشرف لأصغر واحد كان عم ياخدهم بالفيلا، عارف؟ ساكت. أمي حبيبتي يلا أمي. ريم أنا ما بدي أشوف زياد. زدتيهم كلهم بالحبس وانتقمي لحالك وبترجعي بتشوفي زياد من أول وجديد وبترفعي راسك قدام كل الناس كمان. كل الناس بتغلط وكل الناس بحق لها ترجع تتوب. يلا 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 أمي 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 يلا أمي. ايه أشرف، مشغول الليلة؟ أنا جاي على القاهرة وبدي أتعشى معك، اشتقت لك كثير.